السلام عليكم. المنتج اللي غادي ندوي لكم عليه اليوم ضروري ضروري اي دار يكون فيها، اي دار ضروري يكون فيها هذا المنتج هذا، لانه عنده فوائد عديده، سواء فوائد صحيه او لا فوائد تجميليه، واللي غادي ندوي لكم عليها في الفيديو تاع اليوم. قبل ما نبدا الفيديو كنتمنى انكم تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر الموجود اسفل الفيديو، صابوني الا كنتم مازال ما مشتركينش في القناه، وضغطوا على الجرس اللي حداه باش تبقاو توصلوا بالفيديوهات الجديده اللي كنحط باستمرار وفيديوهات اللي مفيده. هذا المنتج هذا الثمن ديالو رخيص 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 بزاف، وفي متناول الجميع، واي واحد يقدر يمشي يشريه من الصيدليه. الثمن ديالو فقط 32 درهم، يعني ما غاليش، وفي نفس الوقت مكمل غذائي، يعني فيه مواد طبيعيه اللي كتساعد على علاج بزاف ديال الحاجات. هو هذا كاربون، غادي يكونوا بزاف الناس عارفينه كنظن، وبزاف الناس عارفين الفوائد ديالو كنظن. المهم هو هذا المنتج، الثمن ديالو 32 درهم. المكونات اللي كاينين في هذا المنتج، اول مكون هو اوراق او خلاصه اوراق السنه، السنه البنات او الدراري ولا اللي كيتفرج فيها دابا، هي عباره تنقولوا ليها السنه او السنه حرام او السنه مكي. المهم هذه عباره على واحد النبته طبيعيه اللي كتساعد على تنقيه المصران، وفي نفس الوقت ملينه، ماده اللي هي ملينه، يعني الناس اللي عندهم القبض كتساعدهم في التخلص من القبض، وكتساعد على التخلص من الغازات، وكتساعد على تنقيه ديال المصران. دونك هذه هي الوظيفه ديالها. الناس اللي ما عارفينش السنه حرام، راه كنت دويت لكم عليها في واحد لا فيديو شحال هذه فاش يلاه بديت فلاشين، دويت لكم عليها ودرت لكم وصفه بالسنه حرام في يوتيوب، غادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو في صندوق الوصف اللي بغيت تفرج فيه. الماده الثانيه اللي كاينه فيه هي خلاصه الرواند، اللي هي ايضا ماده مطهره. والماده الثالثه اللي كاينه فيه هي الكبريت المنقى، الكبريت المنقى ايضا عنده الوظيفه ديال التطهير، مطهره، ماده مطهره، وكيساعدنا على التخلص من الغازات، كيخرج لي غاز والانتفاخات، ما كيخليهمش يكونوا عندنا في البطن ديالنا ولا في المصران ديالنا. الماده الاخيره اللي كاينه فيه هي الفحم النباتي، خلاصة الفحم النباتي لو شاربون فيجيتال. الناس اللي ما عارفينوش ديروا غير في جوجل لو شاربون فيجيتال، غيطلعوا لكم التصاور ديالو. الفحم النباتي عنده وظيفة ديال ايضا مطهر وايضا ملين، وايضا كيساعد على التخلص من الغازات والانتفاخات في البطن. والوظيفه الثالثه والاخيره واللي بزاف منكم ما كيعرفوهاش، هو انه كيساعد على التخلص من التسمم، ماشي التخلص منه نهائيا، ولكن في حاله مثلا الا كان عندكم شي واحد في الدار كلا شي تسمم او لا شي حاجه عنده المهم تسمم، او لا شرب بزاف ديال الحبات ديال الدواء، او فكتهزو الكربون كتعطيوهم ليه كتشربهم ليه فورا هذيك الساعه، وكتديوه للسبيطار ديك الساعه. هذاك الشيء كيساعد على انكم تنقذوا هذاك الشخص، وما تخليوش الحاله ديالو تفاقم او لا توصل لواحد الحاله اللي هي صعيبه. الاستخدامات ديالو غادي تعجبوا منها، مزيان بالنسبه للبشره. البنات هذا ضروري يكون عندكم في الدار، ضروري 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 تبقاو تستعملوه. البشره ديالكم غتهزوا حبه منه غتدكوها ولا غتطحنوها، وتبقاو ديروها مرات حتى لجوج المرات في الاسبوع. البشره ديالكم كيساعد على التخلص اول حاجه من حب الشباب، لانه فيه الكبريت وفيه الفحم المنقى، وداك الفحم المنقى ايضا كيساعد على التخلص من التصبغات والاثار ديال الحبوب. الا كان عندك في ديك السيمانه شي حبه بانت لك هذيك السيمانه، اولا شي تصبغات بسبب الشمس اولا شي حاجه، هذاك لو شاربون، هذاك الفحم الاسود كيساعد على التخلص من هذوك التصبغات. والكبريت ايضا كيساعد على التخلص من حب الشباب، او وما كيخليش حتى يتكون، وكينقي لنا البشره ديالنا تيديرها بحال التعقيم، ما كيخليش الحبوب يتكونوا فيها. زوين بالنسبه للاسنان، الا لاحظتوا كاينين بزاف ديال معجون الاسنان اللي تيكون فيهم هذا الفحم النباتي، لو شاربون كيكون مكتوبه باللي كاين فيهم، وتيكون اللون ديال داك معجون الاسنان اسود، وتيكون هذاك معجون الاسنان خاص بالتبييض. هذا الفحم هذا الحبوب هذو راه كيساعدوا ايضا على تبييض الاسنان، ولكن تستعملهم يعني هكا بانتظام مره في الاسبوع او جوج المرات في الاسبوع، وتبقاو ديما كتستعملوهم الاسنان ديالكم. الطريقه كتهزوا حبه من هذه الحبوب هذه، وكتحاولوا تطحنوها او لا كتهرسوا واحد شويه تتولي مغربله، وتديروها في الشيته ديال الاسنان ديالكم، وتتبداو تحكوا بها الاسنان ديالكم. زوين زوين بزاف بالنسبه لتبييض الاسنان، وكيعطي نتيجه. دونك الفوائد الصحيه ديالو ايضا كما قلت لكم كيليق للناس اللي عندهم انفاخ المصران، الانتفاخات، الغازات،
الناس اللي عندهم القبض، الناس اللي عندهم مشاكل في المصران، ولكن ضروري واخا هكا كتستعملوه وكتمشيو عند الطبيب باش تشوفوا ليه يكون داكشي ماشي شي حاجه عاديه او لا، حيت يقدر يكون مثلا شي مرض عندكم خطر هو اللي مسبب لكم هذاك الانتفاخ في المصران. في حالتي الا كان شي مرض خطير هذا غير يحيد لكم الانتفاخ، ولكن خصكم تمشيو تعالجوا هذاك المرض، بالاضافه لانه مطهر الامعاء وكيعالج المغص يعني الاوجاع اللي تيكونوا في المصران، يعني عنده فوائد عديده. كنتمنى تكون الفيديو عجبتكم واستفدتوا منها. والسلام عليكم فيديو آخر إن شاء الله.